وقد تأثر بعض المسلمين في بداية الأمر لعدم شمولهم بالأعطيات، فكان لابد من بيان الحكمة لهم في ذلك. يعني برضو مهما كان الصحابة نفوس بشرية، فلما يجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل وهم حديث عهد بالإسلام، يعني لسه داخلين في الإسلام جدد، ويترك النبي صلى الله عليه وسلم كبار الايه كبار الصحابة الذين خاضوا معه معارك مثل بدر وأحد والخندق ومؤتة، ولم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الايه مثل هذه الغنائم، فتأثر بعض المسلمين في بداية الايه الأمر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم الحكمة في ذلك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم موضحا كما روى الإمام البخاري في صحيح: والله، بقول لهم الرسول، والله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بقول لهم أنا لما أعطي مش معناه أن أنا أحب هذا، أنا أعطيه بس نظرا لما إيه لما فيه من الجزع والهلع، وهذا لو أعطيه لأنني أكله إلى ليه إلى الإيمان القوي والثابت والراسخ الذي عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي رجالا حدثاء عهد بكفر، يعني لسه خارجين من الإيمان الكفر، أتألفهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعطي الرجل وغير أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في الايه في النار. رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم، يعني خوفا من أنه لو لم يأخذ مثل هذه المعطيات من الممكن أنه يرتد ولا يخرج من الإسلام وبعد كده ايه يصبح من أهل الايه النار. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأنصار وجدوا في أنفسهم لعدم أخذهم شيئا من الأعطيات، وأن بعض أحداثهم، يعني بعض الأحداث اللي هم يعني الشباب الصغير يعني لسه، قالوا: إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا. إذا كانت الشدة يعني وقت الحرب ووقت القتال، يقول يا للأنصار، وقت الغنائم توزع على إيه؟ على غيرنا. وقالوا: يعطي قريش ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. ده احنا لسه فاتحين اصلا مكه ولسه فاتحين يعني ولسه يعني سيوفنا تقطر من ايه من محاربه قريش. فبيقولوا يعني يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فجمعهم النبي صلى الله عليه واله وسلم في قبه وقال صلى الله عليه واله وسلم: ان قريشا حديث عهد بجاهليه ومصيبه، وإني أردت أن أجبرهم وتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيوتكم؟ يعني خليهم هم يرجعوا بالإيه؟ بالدنيا وبالإبل وبالغنم، وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. يعني بيقولون الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن كل الناس مشوا في مكان والأنصار مشت، أنا سأمشي مع الإيه؟ مع الأنصار. يعني أي كرامة هذه؟ يعني فلتذهب الإبل ولتذهب الأغنام ولتذهب كل شيء ويعود برسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادر أنه إيه يظل في مكة بعد أن فتحها، ويحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى، وبلد البيت الحرم صح ولا لا؟ ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون أنتم برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. فلما وضحت لهم الحكمة من التوزيع، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكلهم إلى إيمانهم، أعلنوا رضاهم بذلك كما روى الإمام البخاري. فقد بكوا بعد سماع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا.